طيبة لكم أحبتي المشاهدين أينما تكونوا، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. قال الإمام الكاظم عليه السلام: من استوى يومه فهو مغبون، فكيف تجعل ليومك قيمة؟ خليكم أنا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. نعم أحبتي المشاهدين، ما زلنا متواصلين وياكم بجولتنا الصباحية، ونلتقي بأحد المشاركين. صباح الخير. صباح النور حبيبي، شلونك؟ إن شاء الله بخير. رحمة الله، الله يحفظك. الله يحفظك. عرفنا بحضرتك وشنو قسمك؟ عباس قحطان، محافظة كربلاء، قسم كلية ولاية الإدارة الاقتصادي، يعني مالية ومصرفية، مرحلة ثانية. مالية ومصرفية، يعني الفلوس كلها يمك. هذا قسمك أنت حبيته لو أنه رحت مجبور عليه؟ والله يعني أهم اختياري. نعم. وقسم مرغوب. هو مو صعب. ماكو دراسة سهلة. إيه أكيد. صورة عامة أي دراسة سهلة ماكو. أي شيء رادة مثابرة وحتى تجتهد فيه. نعم. كل يعني دراسة سواء صباحي أو مسائي. نعم. لازم بيها جهاد. نعم. شلون تخلي اليومك قيمة أنت كشخصياً؟ هل تخلي إنه يومك مختلف عن أيامك اللي مضت لو تحاول تسوي روتين بحياتك؟ لازم الروتين كل ما يكون نفس اليوم إنه ممل، فلازم واحد يسوي تغيير روتينه إنه. نعم. ما يخلي وقت محدد للدراسة وللعمل مثابرة. والدراسة أيضا مثابرة. صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ إن شاء الله بخير. قلبي ربي يحفظك. نتعرف حضرتك؟ سجاد حيدر من ناصرية. نعم. شنو قسمك؟ محاسبة. محاسبة. هذا قسمك أنت أنه مجبور عليه لو كهواية رحت؟ لا والله أنا كنت يعني هاوي. نعم. مستقبل قديما. نعم. واحد الأصدقاء هم نصحني به فدخلت يعني. نعم. قسم محاسبة. شلون هالدراسة وياك هاي السنة؟ هم كانت مختلفة لو نفس العوام اللي مرت؟ كانت مختلفة، يعني السنة الأولى كانت شوية سهلة، هسه لا شوية صارت فيها شوية صعوبة. نعم. بس الحمد لله إن شاء الله. أكيد ماكو شيء ترى يجي بالحياة سهل، لازم إنه يكون تعب. لازم الإنسان يثابر، لازم يستمر، لازم يجاهد، يعني مو لازم يستمر على روتين معين. صحيح. لازم يستمر يوم، لا يعني يوم لازم يختلف. نعم. بالتأكيد هذه الحياة يعني طويلة. أنت كشخصياً شلون تخلي اليومك قيمة؟ خلي يوم القيمة لازم إنه أنا يختلف عن اللي قبله. نعم. عن اللي قبله وكهكذا. نعم. أظل أستمر، يعني أنا مثل اليوم قدمت فد شيء معين، باكر لازم أطوره وأنوع مثلاً في الأشياء، ما أظل على شيء معين واحد. نعم. وأطور في أشياء حتى أوصل للي أريده. أنا صباح النور. شلونك؟ ان شاء الله بخير عزيز. الله يحفظك. الله يخليك. ممكن نتعرف حضرتك؟ حسنين حسن، طالب دار اقتصاد قسم اقتصاد من الحلقه الرابعه. يا اهلا وسهلا. سولف لنا شلون معنوياتك بالسنه الجديده؟ لا الحمد لله، الحمد لله. وشكل معنويات يعني تمام، كلش تمام، ويعني بدايه السنه ان شاء الله زينه. اكو حماس ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد. شاء الله. اكيد. الله يخليك. كشخصيا شلون تخلي اليومك قيمه، او شلون تخلي اليومك يكون مميز؟ ها استحنا مبدئيا يعني هو بهاي دراستنا احنا جاي نقدم شيء يعني معنوي للبلد، يعني بغض النظر عن المستوى الشخصي جاي نقدم شيء للبلد. نعم. فهاي دراستنا وهذا تطورنا وهذا اكتساب للمعلومات عفوا. نعم. راح نقدم شيء للبلد المستقبل، يعني وخصوصا هذا قسمنا قسم الاقتصاد. نعم. اللي هو يشكل يعني فت يعني منطقه مهمه جدا بالتطور الدولي. نعم. بين والعلاقات السياسيه. برأيك هل احترام الوقت يخلي لليوم انه تكون له قيمة لو لا؟ طبعا اكيد، يعني الشخص لازم يعني يرتب وضعه، يرتب يعني يسوي جدول معين اليوم حتى يعني يصير بالوضع الصحيح. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي، وهذه عودة إلى استوديو برنامج صباح كربلاء.